تحدث الأمراض المعدية بسبب الجراثيم، والتي تنقسم إلى مجموعتين أساسيتين هم البكتيريا والفيروسات، وهما المسببين الأساسيين في أغلب الأمراض. 90% من التهابات الحلق وعدوى أعلى الجهاز التنفسي سببها عدوى فيروسية ولا يعمل ضدها المضاد الحيوي. إذن ماذا عليك أن تفعل عند إصابتك بنزلة برد؟ أولاً، خذ قسطاً من الراحة وتناول الكثير من السوائل. ثانياً، يمكن الطلب من الطبيب علاج للأعراض إذا استمر انزعاجك منها. ثالثاً، إذا زادت فترة المرض عن أسبوعين أو زادت حدة المرض في أي وقت، يجب استشارة الطبيب. رابعاً، تجنب استخدام المضادات الحيوية في القضاء على العدوى الفيروسية مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، لأن المضادات الحيوية هي إحدى المجموعات الدوائية التي تستخدم للقضاء على العدوى البكتيرية فقط. إن استخدامك للمضاد الحيوي مع العدوى الفيروسية لن يشفيك من تلك العدوى، ولن يساعدك في الشعور بالتحسن، ولن يحمي الآخرين من التقاط العدوى منك، وقد يعرضك لخطر الإصابة بعدوى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية. ما هي مقاومة المضادات الحيوية؟ عندما تطور البكتيريا القدرة على عدم الاستجابة للمضادات الحيوية، فإن المضادات لا تؤثر عليها وتستمر البكتيريا في النمو، وغالباً ما يحدث ذلك بسبب سوء الاستخدام للمضادات الحيوية وأخذها من غير حاجة وعشوائية، أخذها بجرعة غير مكتملة فلا يتم القضاء عليها تماماً، وقد تعود البكتيريا بالنمو والتكاثر وتسبب لك العدوى مرة أخرى أو تصبح أكثر شراسة. مقاومة المضادات الحيوية هي واحدة من أكبر التهديدات التي تواجه الصحة العامة في الفترة الحالية، فهي تستغرق وقتاً أطول للعلاج منها، وقد تتطلب زيارات أكثر إلى الطبيب واحتمال المكوث في المستشفى وحدوث أعراض جانبية أكثر حدة واستخدام علاجات أغلى ثمناً وزيادة معدل الوفيات. من المتوقع عام 2050 أن تكون مقاومة المضادات الحيوية القاتل الأول بحوالي 10 ملايين حالة وفاة سنوياً بسبب البكتيريا المقاومة والاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية. وإن لم نعجل في اتخاذ الإجراءات، فإننا مقبلون على عصر قد تؤدي فيه الالتهابات والإصابات البسيطة إلى الأخذ بحياة الأفراد. كيف تحمي نفسك من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية؟ لا تستعمل إلا المضادات الحيوية التي يصفها لك الطبيب، فهو يعرف حاجتك للمضاد من عدمه. التزم بالفترة الزمنية المحددة للمضاد حتى وإن شعرت بتحسن، لأنه في حالة وقف العلاج قبل المدة المحددة قد ينتج من ذلك انتكاسة في حالتك. لا تحتفظ أبداً بالمضادات الحيوية التي استعملتها سابقاً، ولا تتشاركها مع الآخرين أو تستعملها مرة أخرى بدون استشارة الطبيب. احرص على الوقاية من حالات العدوى عن طريق المداومة في غسل اليدين وتجنب مخالطة المرضى والمواظبة على تحديث ما تأخذه من التطعيمات. سلامتك.